السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماتت وهي ساجدة على جبل عرفات. أتمنى من أخوان وأخوات أنكم ترفعوا الفيديو لخمسين لايك فضلا وليس أمرا. اللهم احسن خاتمتنا، ما أجمل حسن الخاتمة للحجة صباح. الحجة صباح كانت دائما تتمنى أن تموت وهي تحج وهي تعتمر، كانت هذه دائما أمنيتها أنها تموت وهي بتحج أو هي تعتمر. كانت تقول أن أنا قد قدمت للحج كذا مرة ونفسي أني أنا أموت هناك، أنا بالحالتين سوف أموت، نفسي أني أنا أموت هناك. طبعا كانت تشعر أنه هي ستموت. أمس كانت وقفة جبل عرفة، ماتت وهي ساجدة. شوفوا حسن الخاتمة ما أجملها، ماتت وهي على جبل عرفة وهي ساجدة. شوفوا جمال هذه الموتة، شوفوا حسن الخاتمة ما أجملها. فابنها تحدث وقال إنه والدتي أحن أم وكانت نفسها فعلا إنها تموت وهي تحج، وربنا استجاب لها دعاؤها، وما أجمل هذه حسن الخاتمة، طلبتها ونالتها. اللهم احسن خاتمتنا جميعا يا الله يا كريم. موتة جميلة أنا أتمناها، وأكيد ناس كثيرة تتمناها، تتمنى حسن الخاتمة الجميلة التي حصلت للحجة صباح. طبعا توفيت أمس ودفنت هناك، الله يرحمها.